السلام عليكم، صباح الخير. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرفنا نفسك؟ المهندس طارق الشتري، مدير خدمات العملاء في حاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات. مهندس طارق، ما هي حاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات؟ طبعا حاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات هي نقدر نقول نواة برنامج بادر لحاضنة التقنية. طبعا هي أول حاضنة أطلقت عام تقريبا بدايتها عام 2000 أو منتصف 2008، فكان الغرض منها يعني اختبار الفكر، فكر الحاضنات بشكل عام، واختبار مدى تقبل المجتمع والثقافة السعودية والمحتضنين والمستثمرين والمجتمع بشكل عام يعني الفكر الحاضنات ومدى تقبلها. طبعا ابتدات بتقنيه المعلومات والاتصالات لسهولتها. طبعا تقنيه المعلومات والاتصالات يعني من ناحيه التجهيزات ومن ناحيه الاعداد اسهل من اي حاضنه اخرى، اسهل من طبعا من تقنيه التصنيع المتقدم او حاضنه التقنيه الحيويه، يعني لان اغلب احتياجاتها هي مجرد مقر وانترنت وجهاز وتقريبا تكون جاهز انك تنطلق في عملك. ابتدأت تقريبا عمل زي ما قلت من منتصف 2008، ومن ثم الحمد لله والشكر لله بعد ما يعني كان الإقبال عليها ممتاز وبدأت قصص النجاح تظهر، انطلقت الحاضنات الأخرى اللي حاضنة الباي وحاضنة الاي ام اي. حاضنة بادر للتصنيع المتقدم، حاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات، ما هي أهدافها الرئيسية وهل حققتها؟ طبعا هي الغرض منها زيها زي اي حاضنه او في حاضنه في برنامج بادر بشكل عام، طبعا بس انها متخصصين بتقنيه المعلومات والاتصالات. طبعا الان لدينا ما يقارب تقريبا 28 محتضن ما بين المشاريع هذه يملكها رجال ونساء. الحمد لله وشكر لقصة النجاح بدات تظهر، يعني مثل شبكه اسم الاجتماعيه اللي حققت ما شاء الله يعني ما فوق 600 الف مشترك، وتمرر يوميا تقريبا ما يزيد عن مليونين رسالة. في برضو منتدى مكشات، الكل يعرف منتدى مكشات، الحمد لله بدأ الآن يأخذ شكل آخر بعد ما منضم لنا، وبدأ الآن الحمد لله يحقق نجاحات، فالحمد لله قصة النجاحات بدأت تظهر، والحمد لله إن شاء الله بدينا يعني نركز على قطاعات أكثر تخصص وقطاعات يعني صار باختصار اقدر اقول ان بدينا نركز على النوعيه، صرنا ندقق في النوعيات اكثر من ما سبق الحمد لله، لان الناس كان بدات تفهم الان وش معنى الاحتضان، وبدات تعرف بالضبط متى تجي للحاضنه ومتى متى متى يكون الوقت المناسب ان تتقدم في مشروعها للحاضنه. بالنسبه لحاضنه بادر لتقنيه المعلومات والاتصالات، كم عدد المحتضنين لديها الان، وكم عدد المحتضنين اللي خرجوا يعني انتهم الاحتضان وتخرجوا كما يسمون؟ وزي ما قلت هو عدد المحتضنين الان تقريبا 28 مشروع. بالنسبه للتخرج ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نخطط ان شاء الله اذا مشت الامور او زي ما توقعنا ان بنهايه 2011 ان شاء الله راح نحتفل بتخريج اول دفعه من مشاريعنا ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله راح يكون في 2012 برضه هناك تخريج الدفعات اذا مشت الامور زي ما احنا مخططين لها وزي ما يعني نرجو من المحتضنين. بس في مشاريع خرجت من غير تخرج، يعني قد يكون السبب ان عدم يعني رغبه صاحب المشروع او الريادي انه يستمر في العمل، او انه قد يكون واجه صعوبات ادت الى اغلاق المشروع. هذا شيء طبيعي يعني في كل الحاضنات ان المشاريع بعد ما تنطلق يعني تقابل بعض المشاكل تضطرها ان صاحبها يتخلى عن المشروع بشكل عام. وش ابرز الصعوبات اللي يواجهون المشاريع الناشئه، أو أبرز الصعوبات اللي تواجهها حاضنة بادر مع المقبلين على المشروع؟ هو زي ما قلت بشكل عام في البداية اللي واجهناه مع أصحاب المشاريع أنهم عدم فهمهم لدور الحاضرة بشكل عام، متى التقدم للحاضرة، هذه من أبرز المشكلات اللي كنا نواجهها. يعني لو نجي للمصطلحات مثل مراكز البحث والتطوير شيء معروف، رعاية المشاريع معروفة، بينما احتضان المشروع هي مصطلح جديد، حتى يعني كلمة احتضان يعني قد تكون ما هي
مألوفة عند كثير من الناس. فهذا اللي واجهنا، متى تقدم للمشروع؟ لابد أن الإنسان ما يتقدم للحاضنة إلا لما يكون عدى مرحلة البحث أو عدى مرحلة البحث والتطوير، وكان هناك نموذج عملي أو أقلها اللي هو يسمونه proof of concept اللي هو إثبات النظرية، وقتها يتقدم لنا. فهذه يمكن أصعب المشاكل اللي واجهناها مع المحتضنين. برضو الثقافة لدى المحتضنين أنهم يتوقعون أن مجرد النجاح العمل هي بس محصورة فقط بالتمويل المالي أو بالحصول على المال، بينما يعني في عندنا مشاريع أصحابها أقل مشكلاتهم هي التمويل المالي، مع ذلك لم يلاقوا النجاح بسبب أن منظومة العمل أو منظومة المشروع ليست مجرد مال، هناك علاقات، هناك يعني مثلا خطط العمل، الأشياء مثل هذه اللي تكفل أو تضمن للمشروع النجاح. طيب كلمة أخيرة توجهها لمن يرغب بالاحتضان حاضنة بادر؟ أخيرا يعني ممكن أقول ألخص كلامي إن موجودين مساعدة الشباب، بس لابد أنهم يفهمون دور الحاضنة قبل ما يتقدمون لها، لابد أنهم يعرفون متى يتقدمون للحاضنة زي ما قلنا، لابد أنهم يعرفون أنهم يعني الحاضنة ما راح تأخذ مشروعهم يعني وتتولاه وننميه وهو اللي بس يستمتع بالفوائد، لابد انه يتعب زي ما نتعبنا، لابد ان الضغط راح يكون عليه كبير، وهذا هو هذا هي رياده الاعمال، لابد ان تكون الروح موجوده. فنتمنى من الشباب والشابات الموجودين اللي لهم رغبه في تقنيه المعلومات والاتصالات وعندهم افكار انهم يحولون الهوايه لبزنس، وان شاء الله ان بنكون معهم ان شاء الله في اللي بنقدر عليه. الله يعطيك العافيه.